كابتن حلمي، يعني حضرتك موجود معانا، ما اقدرش ما اتكلمش عن كاس العالم، شفته ازاي وتجربه مصر امام اورجواي وروسيا وماتش السعوديه القادم والتجربه بشكل عام. يمكن انا لي وجهه نظر مختلفه، يعني انا عايز اسال يعني ايه تاريخنا في كاس العالم؟ يعني الناس زعلانه واكننا كل اربع سنين بنروح كاس عالم، يعني انا مش فاهم يعني. وبعدين الراجل كان ليه مهمه وليه هدف، هل الراجل حقق الهدف ولا ما حققوش؟ حققه. كان الهدف الاولاني ان احنا نعدي تصفيات افريقيا ووصل للنهائي، دي نمره واحد. نمره اتنين الهدف الثاني ان احنا نوصل كاس العالم، ما قلنالوش ان احنا انه ياخد كاس العالم يعني. وبعدين ما تشوف النهارده الارجنتين خرجت النهارده، ايه المشكله يعني؟ انا شايف ان الامور احنا محملينها واكننا لنا باع طويل قوي في كاس العالم وتاريخ كبير قوي في كاس العالم. العمليه يا جماعه مشكله خالص والله. زي